مساء الخير حضورنا الكرام، أيها الأخوات والأخوة، أيها الرفاق والرفيقات، مساء الخير. تباقتنا ذكرى 40 لرحيل ابننا وأخينا ورفيقنا الغالي عبد الله ملك، ونحن ما نزال نكابد آلام الرحيل ووجع الفقد. نتحامل على أنفسنا، نحاول تصديق ما حدث، هل فعلا عبد الله لم يعد بيننا؟ هل فعلا لن نراه ولن نمزح معه ولن نضحك لنكاته وحكاياته وطرائفه الخفيفة التي تجبرنا على الضحك؟ عبد الله ملك فعلا قادرنا ورحل عن هذه الحياة، أخذ منا معه جزءا من قلوبنا ووجداننا وروحنا التي أحبته وأصبح قطع منها. إن قلوبنا ما تزال تبكي فراق عبد الله، فوجوده في حياتنا لم يكن عابرا أو مؤقتا، كان أخا غاليا وصديقا حميما ورفيقا مخلصا ونقيا متمسكا بمبادئه، مبادئ المحبة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مبادئ القضية الأم فلسطين قضيتنا جميعا، مبادئ وعد التي كان شرسن في الدفاع عنها وحمايتها رغم كل التحديات، مبادئ القائد المؤسس والملهم أبا أمل، مبادئ أبو شريف وأبو منصور وأبو إنمار وغيرهم من الرفاق والرفيقات. عبد الله ملك رحل وما يزال لديه الكثير ليقدمه لوطنه ولشعبه ولقضيته، رحل وما يزال يقبض على الجمر الذي لم يكن يوجع راحتيه بقدر ما كان دافعا له لتقديم المزيد والمزيد من التضحيات. نسى نفسه، أجل أحلامه، ولكن القدر للأسف لم يؤجل رحيله. أيها الرفيقات والرفاق، كحبه لوطن البحرين أحب عبد الله ملك فلسطين، وكان يتوق ويحلم بتحرير فلسطين، تفانى في الدفاع عن قضيتنا وقدم الكثير من أجلها. وإنني أعزي نفسي في هذا الفقد وهذا المصاب الجلل، فإنني بالأكيد أعزيكم جميعا وأواسيكم واقفا معكم، فجميعنا أخوته ورفاقه وأحبائه، فكما أحببتنا يا عبد الله أحببناك، وسنظل على دربك سائرون. والسلام عليكم ورحمة الله.